اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. النهارده الحقيقه محمد كانت مباراه رائعه الحقيقه ما بين الفريقين الكبيرين سواء المنتخب الفرنسي والمنتخب الارجنتيني. اخد من حضراتكم تعليق بقى, احنا اربعه النهارده فنتكلم كل واحد يقول رايه, يعني موجز الاول عن هذه المباراه. اكيد يا كابتن, مباراه كبيره جدا, مباراه تاريخيه, يمكن من افضل المباريات. كل واحد شوط, ما احنا اربعه شوط. من افضل مباريات كاس العالم في التاريخ كمان. صحيح. مباراه انها توصل 3-3 وتوصل لركلات ترجيح, كمان فوز ليونيل ميسي طبعا ببطوله كاس العالم لاول مره بقى في تاريخه ان هو يحقق لقب هو كان بيتمناه من 17 سنه من اول طبعا ما صعد في برشلونه والارجنتين. النهارده يمكن المباراه كابتن يعني سكالوني بيعرف يذاكر المباريات بشكل كويس. صحيح. جدا بيعرف يدرسها بشكل كويس جدا, ولكن مش كوتش في الملعب. ده وجهه نظري ان هو مش كوتش في الملعب. يمكن التغييره النهارده اللي غيرت مسار المباراه ومجرى المباراه كانت تغيير طبعا انخيل دي ماريا نجم منتخب الارجنتين وخروجه في الدقيقه 64 من زمن المباراه. يمكن دي التغييره, واكونيا لعب يعني بديل ليه ظهير ايسر انه يلعب مكان دي ماريا اللي كان عامل الخطوره بشكل كبير جدا والضغط بشكل قوي جدا على دفاعات المنتخب طبعا الفرنسي. يمكن في الشوط الاول منتخب فرنسا كان سيء جدا, يمكن فضل سيء لحد الدقيقه 64 بعد خروج على طول دي ماريا. هنا بقى دي ديشام بتدخل وكان تغييرين كانوا في منتهى القوه بنزول طبعا كامافينجا وطبعا كومان ضغط بشكل كويس قوي في وسط الملعب, قدر انه يعمل مرتدات بشكل سريع. بعدها على طول كامافينجا راح في مركز زيرو الايسر وخرج فرنانديز عشان يقدروا ان هم برده يضغطوا على المنتخب طبعا الارجنتيني, وقدروا ان هم يسجلوا هدفين في دقيقه واحده. اعتقد ان المباراه النهارده اتلمت من سكالوني بشكل يعني باللعيبه بشكل كويس بليونيل ميسي بالحته اللي كله هينسى بقى الفنيات وكله هينسى الفنيات ويركز طبعا في البطوله. ولكن يا كابتن البطوله في ارقام خرافيه, لما تبص على 172 جول في البطوله الحاليه في كاس العالم هي اكثر بطوله تم تسجيل فيها اهداف. تبص كمان على عدد الحضور الجماهيري بمعدل في كل الماتشات 3,404,000, ده عدد كبير جدا. النهارده المباراه كان حاضر فيها اكثر من 88,000 مشجع, فاعتقد ان هي بطوله رائعه جدا والارجنتين تستحق لقب كاس العالم الموسم ده.